السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة يارا إبراهيم، وإن شاء الله هكون مع حضراتكم في مادة الـ Finance Concept، ودي مادة من ضمن بروجرام الـ Financial Technology Master Degree، ماجستير تكنولوجيا المالية. المحاضرة هتكون عبارة عن Orientation، محاضرة تعريفية عن أهداف المقرر. بس حابة الأول أعرفكم عن نفسي. أنا اسمي يارا إبراهيم، أنا أستاذ مساعد في التمويل والاستثمار. الدكتوراه بتاعتي في Financial Markets، السوق المالية، والماجستير عندي كمان في إدارة الاستثمارات. والحمد لله أنا بقالي أكتر من 13 سنة شغالة في التمويل والاستثمار كتعليم جامعي، وغير برضو حاجات practical life. بدرس undergraduate و postgraduate في جامعات دولية وجامعات محلية كمان الاتنين، وإن شاء الله يكون كورس فيه إضافة لحضراتكم، وأكون قادرة على توصيل المعلومة بشكل كويس ليكم. وبرضو أنا مع حضراتكم في اللايف سيشنز أسبوعيا، لو أي حد عنده أي استفسار، أي سؤال، أي حاجة حاب يعرف عنها أكتر، أي سؤال عايز يعرف حله، طب ده ليه أو ده ليه مثلا مشكلة، يعني أنا معاكم في اللايف سيشنز إن شاء الله. لأي استفسار، لأي سؤال، حتى open discussion، حابين نتكلم على موضوع معين أنتم مهتمين بيه نتكلم عنه أكتر. فإن شاء الله هيكون عندنا besides ال recorded lectures، المحاضرات المسجلة، عندنا live sessions، وعندنا برضو كمان اختبارات قصيرة، هو quiz بيتم بشكل أسبوعي عشان نتأكد إن احنا الحمد لله غطينا المنهج بشكل كامل، وحضراتكم كان استوعبتوا كل جزء من المنهج. لو شفنا الصورة هنا هنلاقي روبوت أخد مكان موظف، وده اللي هيحصل سواء مثلا من روبوت، من ويب سايت، من أبليكيشن، هيحصل لأي موظف لو ما خدش في اعتباره ان التكنولوجي يوم عن يوم بتكون متقدمة، ويوم عن يوم ممكن تحل محلنا في بعض الوظائف. فلازم في اي وظيفة، وطبعا عندنا هنا في الكورس هنا ميلي فاينانس، اكون عندي دراية بازاي التكنولوجيا قدرت تأثر على الفاينانس، وازاي شكل الوظائف في الفاينانس تم تغييره as an adaptation، كأن أنا خلاص قادرة to adapt، أو قادرة أن أنا أمشي حسب التغيرات اللي حاصلة في التكنولوجي. فلو أنا ك finance professional، حد شغال في مجال الفاينانس، ما أقدرش أغض بصري عن وجود تكنولوجيا، إن حاليا بقى في applications، تطبيقات على الموبايل، بقى في مواقع إلكترونية، بقى في موبايل بانكينج، الحاجات دي كلها بقت بديل لموظف البنك، بقت بديل لموظف البنك الاستثماري، الانفستمنت بانك and so on. فلازم انا as an موظف entrepreneur manager، اي مجال في شغلي، لازم اكون على دراية بالتكنولوجيا، عشان ما جيش في يوم من الايام يجي ريبورت او اي تكنولوجي تاخد مني الوظيفة الخاصة بي. زي ما ذكرنا من شوية، أنا عندي ممكن أول صورة أهي أنا بدفع بالكارت بتاعي أونلاين، ممكن أعمل سيفينجز، أبتدي أدخر فلوسي برضو في أبليكيشنز، في ممكن أعمل هنا أدفع فواتيري كلها، أبتدي أتعامل إن أنا ممكن أتداول على البورصة، تريدينج في البورصة كلها برضو من خلال أبليكيشنز، أقدم على قرض من أبليكيشن. فأنا عندي يعني فرايتي كبيرة جدا من الفاينانشال سيرفيس بقيت قادرة أعملها بدون الرجوع لبنك، أو بدون الرجوع لأي فاينانشال كونسلتنت، أي مؤسسة بتقدمي خدمة مالية. أنا بقى عندي موبايل بتاعي في أي خدمة ممكن أبتدي أحتاجها، whether في الفاينانس أو في الانفستمنت. طيب هل ده كله ظهر فجأة؟ لا، انا عندي تطور حصل للفينتك، اسمه الفينتك ايفولوشن. بدأ عندي فينتك 1، وده كان يعني بداية ظهور الاي تي ام ماشينز، اللي ممكن اسحب واعمل ايداع بكارت اي تي ام او ديبت كارد.
بعديها اتطورنا من اول الستينات لفنتك تو، ان البنوك بدأت تنشئ مواقع ويب سايتس ممكن ابتدي اعمل عليه خدمة او اتنين من البنك. وصلنا لفنتك 3، لا هنا بقى التطور كان ظاهر قوي جدا، ان هو بدأ يكون عندي كرنسي اللي هي بسميها كريبتو كرنسي، ده بقى عندي كمان يعني عملة. العملة ديت اصدرت لان في تكنولوجيا ممكن اصدر بيها عملات، يعني انا كان الطبيعي عندي ان انا الدولة بتصدر عملة، كل دولة ليها عملتها بيز بقى عن الايكونومي بتاع الدولة دي كلها وعن كذا فاكتور. حاليا بالتكنولوجيا، التكنولوجيا قدرت تبقى ليها عملة خاصة بيها، اي حد ممكن يعمل بيها بيع او شراء واستثمار برضو ايضا من غير وجود الدولة او من دون تدخل من الدولة. فنتك فور بقى اللي هو لا خلاص انا بقى عندي فول تكنولوجي، انا بعمل كل سيرفيس اونلاين، استثمار، ستوك تريدنج، لون بايمنت، القروض، التأمين، بقدم مثلا على كمان استشارة في الانفستمنت، سحب، ايداع، تحويل، دفع، كل حاجة بقت عندي ماشية بالتكنولوجي. طيب ايه هما الفاكتورز او الدرايفرز اللي خلوا الفنتك كده تتطور بصورة سريعة وكمان يتم استخدامها بأكتر كاستمر سبيس ممكنة؟ نمبر 1، the rapid rate of technology development وال high level of smartphone penetration. مين فينا حاليا معهوش موبايل، سمارت فون، معهوش لابتوب، ما عندوش انترنت في بيته؟ فاحنا خلاص كلنا عندنا ال infrastructure او ال tools اللي تساعدني ان انا استخدم التكنولوجي، وكمان بقى عندي معرفة بالتكنولوجيا، يعني حتى ابائنا واجدادنا بقوا برضو عارفين شوية تيوز السمارت فون، بدأوا يتعودوا على استخدامهم. فال rapid penetration، الناس كلها معاها سمارت فون، عندها انترنت، عندها لابتوبس، عندها اي تول محتاجاها ان هي تستخدم في التكنولوجي، ده بقى موجود، وده من main drivers of fintech. number two، ان انا عندي high level of service expectations from customers. انا كعميلة في بنك انا مش هستحمل دلوقتي اروح بنك اقف في دور اقعد في البنك ساعتين ثلاثة عشان اعمل تحويل لشخص تاني، لا انا عايزة حاجة تكون سريعة. انا مش هستحمل عشان انا عايزة اسحب مثلا 1000 دولار اروح ان انا اقف في بنك 4 ساعات، لا الناس كلها بقى عندهم رتم سرعة الحياة سريعة جدا، عايزة كل حاجة بسهولة ويسر ومن غير وأي وقت، يعني حاجات كلها تكون سريعة. فده أدى إن الفينتك سيرفيس بقت مطلوبة والناس كلها محتاجين فعلا يستخدموها، وحاسين هي فعلا وفرت في وقتهم وفي مجهودهم. نمبر 3، وده مهم جدا ناخد بالنا منهم، الديموغرافيكس، التوزيع السكاني في البلاد. دلوقتي بقى عندنا فئة كبيرة من الشباب، يعني حتى أولادنا أو أخواتنا الصغيرين مش حابب ياخد حتى مصروفه أو فلوس أموال في إيده كاش، لا هو بيتعمل له كارت يسحب يدفع، حتى في أي محل أي مطعم هو قاعد فيه يدفع بالكارت. فعندي كمان فئة من الشباب بقى عندهم وظايف، عندهم ستارت اب، معاهم فلوس كتيرة، فالديموغرافيكس عندي اختلفت، يعني عندي شباب، عندي ناس مثلا في سني او في سن حضراتكم، عندي ابهات عندهم اولاد كبار، عندي جدود، فالحاجات دي كلها في ديموغرافيكس حاصله مختلفه. طب ازاي في اختلاف؟ الاختلاف ان انا بقى عندي فئه شباب كبيره في المجتمع بيتعاملوا مع الخدمات الماليه لكن مش موافقين او مش قادرين يوافقوا ان هم يتعاملوا بالطريقه التقليديه. يعني مثلا لو خدنا for example حفيد وجد، الجد ممكن يروح البنك ياخد دور، يستنى في البنك دوره، يقابل موظف خدمة عملاء وهيعمل ده وهو مش متضايق، ممكن بس سنه وصحته، لكن هو مش هيعملها وهو متضايق. لكن لو طلبت نفس الطلب دوت من شاب صغير في بداية حياته في الجامعة أو حاجة، أو حتى في السن لسه في ثانوية مثلا،
وقلت له روح البنك خد دور عشان تكلم حد او موظف في خدمة العملاء تسأله على سؤال معين ويرد عليك. هلاقي ان الشخص دوت اللي هو سنه صغير رافض تماما، ما هو عنده وقت وعنده صحة الحمد لله ان هو يقعد ويستنى وينتظر، لكن هو رافض لان هو شايف ان دي مضيعة للوقت، وهو سنه او رتم الحياة دلوقتي سريع. هو لا، طب ليه؟ ما انا ممكن ابعت لهم على الويب سايت او ابعت لهم مثلا على الابلكيشن بتاعهم او حتى على انستجرام بيج او فيسبوك بيج اسالهم وهلاقي حد رد عليا. فهو الجيل حاليا، وكل طبعا سنه بيظهر ده اكتر، ان الجيل حاليا بيكون عايز حاجات، يكون بيتقدم له الخدمه الماليه بشكل اسرع بشكل اسهل بدون اضاعه وقت او بدون اضاعه مجهود. وطبعا last but not least ال COVID-19، الكورونا. الكورونا لما حصلت بقينا حتى الأشخاص اللي كان عندهم barriers أو ما كانوش حابين يستخدموا الفينتك بقوم بيستخدموها يعني بالإكراه. أنا ما كنتش حابة أستخدم مثلا application أحول بيه الأموال لحد تاني، بقيت مضطرة أستخدمه عشان البنك عندي قافل لأن البنك مش بيستقبل عملاء. انا مثلا بحب اروح البنك اتعامل مثلا مع خدمة العملاء، لا ده غير متاح، ممكن في دلوقتي في شات بوت ممكن ابعت لهم اي استفسار بيردوا عليا. فالكوفيد 19 خلت الناس حتى اللي كان عندهم ريزيستنس للفانتاك يوسج بداوا يستخدموها، وبعد ما استخدموها لاحظوا قد ايه ان هي موفرة في الوقت في مجهود، فحتى بعدها بفترة هم عايزين يكملوا بنفس الطريقة. فالكوفيد 19 كان ليها يعني امباكت كبير جدا على الفينتك ايفولوشن. الـ AI أو الـ Big Data اللي هي الذكاء الاصطناعي، إن أنا بقيت بيكون عندي applications، عندي برامج ببتدي أديها معطيات، و based on المعطيات دي أو الـ input دوت هما بيعملوا prediction. يعني ممكن الـ AI ذكاء اصطناعي يتنبأ لي بسعر الأسهم في البورصة، يتنبأ بسعر الذهب، فأنا ممكن يساعدني إن أنا to accept أو to reject، أوافق أو أرفض على قرض. فبدل ما أنا أخلي أشخاص ياخدوا قرارات معينة ممكن تحتمل الخطأ أو الصواب يعني، لا أنا ممكن أعتمد أكتر على الذكاء الاصطناعي بياخد طبعا القرار بشكل أسرع وبشكل أدق. نمبر 4 ذا ماشين ليرنينج. انا كنت لسه بقول لكم على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو ان انا بدي معطيات لبرنامج معين وبعدين البرنامج ده بياخد قرار based on ال input ده. فالذكاء في الماشين ليرنينج مش كده. الماشين ليرنينج انا بديه كمية مهولة من البيانات، اشخاص خدوا قروض، مين فيهم ردها، مين فيهم تعثر، ازاي بطلع كريدت كاردز، بديه كمية بيانات مهولة. والماشين ليرنينج بيبتدي يطلع من البيانات ديت باترنز معينة. لما يطلع باترنز معينة يبتدي هو يقول القوانين اللي هياخد عليها قرار. مثلا هو راجع الماشين ليرنينج راجع كل بيانات العملاء اللي تم إصدار ليهم كريدت كارد، مين سدد مين ما سددش، طيب اللي تعثر ده كان سنه كام، اللي تعثر كان شغال ايه، بدأ يجمع بيانات ويبتدي يكون باترنز عن الموضوع دوت. وبعدين بيطلع لي والله لو انا الشخص سنه مثلا من 18 ل 21 ممكن اريجكت، من 21 ل 25 هدي ليميت معين. فالماشين ليرنينج اعلى من الاي اي.
الـ AI بديه بيانات وانا بديه قانون يقول لي يعني يطلع based on قرار. الماشين ليرنينج لا، انا بديه كمية معلومات رهيبة وهو من المعلومات ديت بيفهم اللي بيحصل مع الاشخاص او مع المنتج دوت، ويبتدي يطلع لي هو القانون اللي امشي بيه. والله لما انا اقول له ان دي شركة شغالة مثلا في الاي كوميرس، الاي كوميرس مثلا في دولة معينة من الحاجات اللي فعلا شغالة كويس جدا، فالشخص دوت هديه ليميت عالي. فالماشين ليرنينج هو اللي بياخد القرار بنفسه. نمبر 5، البايومتريكس وهي تكنولوجي بتساعد الحفاظ على البرايفسي الخاصه بالفينتك برودكتس. ان انا مثلا الاي والت عندي ما تفتحش غير ببصمه الوش، فبدل ما يكون عندي باسورد او بين كود ممكن اي حد يعرفه، لا، بصمه عين، بصمه وش، بصمه مثلا الايد، الحاجات دي كلها خلت ان انا عندي ثقه اكتر في البرودكتس، وادتني سنس اوف سيكيورتي اعلى بكتير من بس باسورد او بين كود. اخر حاجه عندي وهي ذا بلوك تشين. بلوك تشين دي تكنولوجيا يعني اسمها كريبتوغرافيك تكنيكس، تكنولوجيا بتساعدني ان انا اعمل عمله. طيب ازاي اعمل عمله؟ هي دي التكنولوجيا اللي بيهايند ذا كريبتو كرنسي. دي عباره عن ليدجر او كشف كده، طبعا الحاجات كلها الكترونيه، الكترونيك يعني ليدجر، بيكون فيها كل شخص معاه كام، عمل تحويل بكام، فكأنه بالظبط بانكينج سيستم بعملة مستقلة كلها اونلاين دون الخضوع لأي رقابة من البنك المركزي او من اي دولة. فده كأن البلوك تشين تكنولوجي قدرت يعني تكون الاساس لنظام مالي فريد بدون اي رقابة، وده على قد ما هو كان سهل جدا يعني استخدامه وناس كتير حبت يعني تدخل فيه في الكريبتو كرنسي شبه كده البيتكوين، بس ليه مخاطر ان هو مش تحت اي رقابة من اي دولة او من اي اقتصاد او من اي بنك مركزي. بناء على ذلك الماستر اوف فاينانشال تكنولوجي، ماجستير الفنتك، مهم جدا لأي شخص بيشتغل أو حابب يشتغل في أي مجال ليه علاقة بالتمويل والاستثمار، لأن حاليا بدون معرفة التكنولوجيا أثرت ازاي على المجالات دي كلها لا يمكن أكون شاطر أو ناجح في شغلي. فالبروجرام هنا focusing on developing fintech service، يعني هو الهدف بتاع البرنامج ان هو بيركز على ازاي الطالب at the end of the program في آخر برنامج يقدر يطور خدمات مالية يكون فيها تكنولوجيا. فالبروجرام هنا الأول بيديك تأسيس، وهي المادة دي الفاينانس كونسبت بيديك تأسيس على المفاهيم المالية، and later on هيبقى فيه كورسز ليها علاقة بالinformation technology. ف at the end of the course، في آخر خالص البروجرام آخر كل كورس، هتبقى قادر على تطوير منتجات مالية باستخدام التكنولوجيا. ففعلا ان انا اكون عندي ماسترز اوف فانتاك ده مهم جدا عشان اقدر اواكب العصر واقدر اكون متميز في شغلي، واقدر ما اكونش بعد سنتين تلاتة اربعة يبتدوا ان انا احس ان انا مش فاهم او في التكنولوجيا، مش عارف ابدع في مجال الفاينانس، لان هي دلوقتي بقت كلها based on technology. فالماستر اوف فانتاك او ان انا ادرس الفاينانشال تكنولوجي من اهم البرامج ومن اهم الدراسة اللي في حياة اي شخص بيشتغل في مجال التمويل او الاستثمار. قلنا ان البروجرام مهم جدا. طيب لما خلص برنامج الماسترز اوف فانتاك، ايه مفروض السكيلز او الاوتكمز اللي عندي؟ نمبر 1، ان انا اعرف اطبق
تكنولوجيا في مجال التمويل، سوفت وير بقى هارد وير، ده كله هناخده ان شاء الله في البروجرام كله، لكن اكون عارفة اطبق التكنولوجيا دي كلها في مجال التمويل. نمبر 2، هكون قادرة اعمل تحليل وكمان بريدكشن، ان انا اعمل تنبؤ لاي قرارات مالية هاخدها في مجال التمويل، فبتساعدني ان انا اخد قرار مالي يكون فعلا على اسس علمية ويكون based on الانفورميشن او الداتا والبيانات اللي عندي. نمبر 3، ان انا ممكن analyze احلل او اصمم digital service، ان انا ممكن ابتدي اقدم خدمات مالية، اقدم تطبيقات في الفاينانشال تكنولوجي، فهيكون عندي دراية كافية بازاي ان انا اقدم خدمات مالية using التكنولوجي. نمبر 4، استخدام الذكاء الاصطناعي الـ AI، وده من ضمن الـ concept او من ضمن الـ outcomes اللي فعلا مهمة حاليا. لو انتوا متابعين في الشات جي بي تي، في different applications من الـ AI حاليا ممكن تستبدل اشخاص، فلو انا ما عنديش دراية بالـ AI وازاي ممكن استخدمه استخدام صحيح يساعدني في الشغل بتاعي، ساعتها ممكن اكون left out، ان انا مكنش قادرة اشتغل، او ان انا يتم استبدالي بحد تاني عنده المعرفة والمهارة دي. الكورس ديسكريبشن، الكورس لو هوصفه بصورة عامة هو بيديني المبادئ، بيديني الأسس اللي أنا مفروض ما ينفعش أي شخص يشتغل في مجال التمويل أو شخص يكون دارس تمويل بقى كفاينانس عادي أو فنتك ما يكونش عارفها. فهناخد نظريات، هناخد مودلز، هناخد سكيلز معينة تساعدني ان انا اكون شخص ناجح في مجال التمويل. later on كمان مع باقي المواد كلها في الماجستير اللي هي بتفوكس على التكنولوجي، هيكون عندك الحاجتين، مبادئ التمويل والتكنولوجي، وفي الاخر تكمباين الاتنين مع بعض، الفاينانس مع التكنولوجي، يبقى عندي بيز كويس جدا، معرفة قوية جدا بالفاينانشال تكنولوجي. For the course aim، أهداف المقرر. Number one، تكونوا حضراتكم على علم بالطرق المختلفة للvaluation، different approaches to valuation، أكون قادرة أعمل تقييم لأي financial asset، أصول مالية أو كمان شركات، فأكون عارفة إزاي أعمل تقييم لشركة، لمؤسسة، لمشروع، لأصول. Number two، historical returns، اي شخص دخل مشروع او استثمار، نمبر 1 بيكون عايز يعرف انا كسبت قد ايه، فلازم اكون عندي مقدرة على حساب ارباحي. نمبر 3، اعرف الطرق المختلفة اللي ممكن اي شركة obtain finance، تبتدي تحصل على تمويل، ف different types of security that firm can issue to finance themselves. نمبر 4، اعرف تطور الفاينانشال ماركت، الاسواق المالية. ونمبر 5 برضو اعرف التطور اللي حاصل في البنوك وازاي اختلفت شكلها دلوقتي عن زمان. نمبر 6، to understand the financial system، اعرف يعني ايه نظام مالي وازاي اكون على دراية بكل حاجة فيه. نمبر 7، ان انا ابتدي احلل القوائم المالية. نمبر 8، to evaluate the project، يعني ابدا اقيم المشاريع، هقول ده مشروع ناجح او غير ناجح، وابتدي انصح الشركة وانصح نفسي بالدخول في مشاريع معينة ومشاريع تانية ابعد عنها.
regarding back course syllabus محتوى مكرر، اول محاضره واحنا حاليا فيها بنتكلم فيها حاليا هيكون تعريفي عن المكرر. الاسبوع التاني ان شاء الله هنتكلم على مقدمه على النظام المالي، ازاي ان كل دوله ليها نظام مالي معين، لازم يكون ليه ستراكشر معينه، ليه قوانين معينه عشان يكون نظام مالي ناجح. في الاسبوع الثالث هنتكلم على الفاينانشال ماركتس، الاسواق الماليه. انا عندي كذا نوع من الاسواق الماليه، منها مثلا الماني ماركت، بوند ماركت، ايكويتي ماركت، فوركس ماركت. فانا عندي انواع مختلفه، وكل نوع من الاسواق الماليه جواه ادوات ماليه مختلفه. طبعا ده كله هنشرحه بالتفاصيل في ان شاء الله الاسبوع الثالث، وهنتكلم عن كل نوع سوق عامل ازاي، سوق مالي عامل ازاي، وكمان هنتكلم على ادواته وامتى مفروض اتعامل بالادوات ديت. ان شاء الله في الاسبوع الرابع هناخد foundations of the financial management، اساسيات الاداره الماليه، وده mainly بيكون يعني basics كده واساسيات تكون عندنا على طول وانا باخد اي قرار مالي. انا عندي مثلا في التشابتر دوت عندي 5 principles، 5 مبادئ. اي قرار مالي في حياتي حتى كشخص هاخده لازم اعدي على الـ5 مبادئ دول وافتكرهم عشان اخد قرار مالي صحيح. في الاسبوع الخامس والسادس والسابع هنتكلم على the financial statement and analysis، القوائم المالية وازاي ممكن احللها. ليه؟ انا عندي قوائم مالية دي عبارة عن ارقام كل شركة بتفصح عنها. طيب هعمل ايه انا بقى بالارقام ديت؟ لازم اعمل لها analysis، احللها عشان بناء على تحليلي للقوائم المالية هبتدي اخد قرارات مالية. الشركة دي لو مقدمة على قرض البنك محتاجة الاول احلل لها قوائم مالية. انا شخص حابب استثمر في الشركة دي محتاجة الاول اعمل تحليل للقوائم المالية. فهو انا لازم بالمبادئ التمويل عامة او المالية عامة ان انا اكون قادر على تحليل الوضع المالي لاي شركة. later on في الاسبوع الثامن والتاسع هيكون عندنا the time value of money. time value of money من المبادئ المهمة جدا في التمويل الاستثمار. اكيد كلنا حاسين ان احنا قيمة الاموال بتقل، عندي حاجة اسمها inflation، تضخم. يعني مثلا انا معايا $1000 النهاردة، الـ1000 دولار دول بعد سنة قيمتهم بتقل. طب دكتور ازاي قيمتهم بتقل؟ ما برضو نفس الموضوع، هما لسه 1000 دولار. لا، هفرق في time value of money من حاجتين، حاجة اسمها amount وحاجة اسمها value. انا عندي قيمة للاموال وعندي رقم، هو الرقم 1000 جنيه، هو الـ1000 دولار. الـ1000 دولار السنة دي والسنة الجاية واللي بعديها الـ1000 رقم ثابت، لكن قيمة الاموال بحددها على المقدرة الشرائية، حاجة اسمها purchasing power. هو الـ1000 دولار السنة دي اشتريت بيه ايه؟ السنة الجاية نفس الـ1000 دولار هشتري بيه منتجات اقل. طالما اشتريت بيه منتجات اقل معناها ان قيمته قلت، its purchasing power decreased، قيمته القيمة الشرائية الخاصة بيه قلت. فده time value of money، ودي حاجة مهمة جدا 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 اخد في اعتباري وانا بعمل اي استثمار on the long run، طويل الامد. هناخد في week 10 week 11 اسبوع العاشر وال11 the capital budgeting، وده مهم جدا. ليه الكابيتال budgeting؟ ان هو انا ببتدي بعمل طبعا different techniques، بطبق models مختلفة عشان اوصل لمعلومة واحدة فقط، معلومة واحدة فقط. هناخد اسبوعين عشان اوصل لمعلومة ايه هي بقى ديت. هل المشروع اللي انا هدخل فيه feasible or not feasible؟ هل المشروع ده ذو جدوى ولا ملوش جدوى اقتصادية؟ فانا معاك for 2 weeks for 2 lectures، لمدة محاضرتين، عشان اوصل ان انا اقول هل ده مشروع ناجح او غير ناجح. احنا في فاينانس ما ينفعش تقولي فكرة وقولك فعلا حلوة جدا ده مشروع فعلا ناجح، لا، لازم اي فكرة بيحولها لارقام، وبعد كده بيز من الارقام دي اللي يعمل لي كاش فلو ادي راي بناء عليها هل ده مشروع ناجح ولا مش ناجح.
ان شاء الله في الاسبوع ال 12 هيكون ديسكشن، اي حد عنده اي استفسار اي سؤال. وفي اخر بقى خلاص كده خلصنا الكورس بتاعنا، هيكون فاينل اكزام امتحان نهائي. فالكورس سيلبس مصمم ان حضرتك يكون عندك النولج كافيه، عندك معرفه بادوات التمويل، بالنظام المالي، بالسوق المالي، فيبقى عندك المعرفه الكافيه في مجال التمويل والاستثمار. المعرفه دي بقى هتبني عليها بعد كده التكنولوجيا، يبقى عندك الفاينانشال تكنولوجي نوليدج. يبقى الكورس هنا انا بديك الكور اللي هو الفاينانس، في مواد تانية كورسات تانية هتديك التكنولوجي، في اخر البروجرام خالص يكون عندك ايه الفاينانشال تكنولوجي اللي هو فانتك. فهي المواد كلها مترابطه وكلها مهمه عشان نطلع خريج عنده درايه كمهارات ومعرفه بالتقنيه الماليه. طيب البلان بتاعتنا throughout بقى ان شاء الله ده سيمستر، اول اسبوع المحاضره دي هتكون محاضره تعريفيه، في الاسبوع التاني هناخد مقدمه عن النظام المالي، في الاسبوع الثالث هنتكلم على الاسواق الماليه the financial markets، في الاسبوع الرابع هناخد the foundations of financial management مبادئ الاداره الماليه، في الاسبوع الخامس والسادس والسابع هناخد ازاي ممكن نبني financial statement قوائم مالية وكمان ممكن نحللها، في الأسبوع الثامن والتاسع هنتكلم على the time value of money القيمة الحالية للأموال وازاي ان الأموال قيمتها بتقل مع الانفليشن مع التضخم، في الأسبوع العاشر والحداشر هنتكلم على capital budgeting وازاي ممكن أقيم أي مشروع وأقول ده ناجح ولا غير ناجح، في الاسبوع ال 12 هكون discussion مناقشة، والاسبوع الاخير هيكون عندنا الامتحانات. شكرا جدا، واتمنى يكون الكورس ذو فايدة عالية ويفيد حضراتكم ان شاء الله في مجال الدراسة ومجال العمل.